هذا المكان كان مكب للنفايات فيما مضى، حولته إلى حديقة جميلة ومكان لالتقاط الصور للسياح والأجانب والمحبين الصور في المدينة. أعمل هنا منذ 30 عاما مصورا فوتوغرافيا، وهو مكان عملي ورزقي. أتمنى أن يحاول كل إنسان تجميل المكان الذي يعمل فيه لتكون المدينة أجمل. مكان كلش مميز، مكان كلش حلو سياحي. دائما احنا الاصدقاء نجي هنا نطق صور للذكرى، واتمنى انه في جميع محافظات العراق ان يكون هيش مكان حلو. Sure.